المكسيك. أحبائي أعزائي الكرام، صباح الخير وصباح السرور وصباح الجمال يا بنات ليلى غادة الأمريكا، غادة المكسيك سمحوا لي. كل ليلة وكل عام ألف خير، تنتمناكم تشجعوني في القناة ديالي، وهذا الفيديو غادي نسجلو لكم إن شاء الله تاني فيديو. سلام الغزالة فعلا حبيبات ديالي، توحشتكم بزاف، واليوم جيت باش نقول لكم نشارككم الأحباء والأعزاء الكرام نساء ورجالا الغزالة ديالي، كذلك باش نشارككم واحد الرحلة ديالي. غادا نمشي للمكسيك وتنجمع حويجاتي، كما تشوفوا هذا غادي نجمع فيه كاع الاندوير اللي عرفتوهم، هما القرصونات، جمعت البيجامات ديالي وانا شريت بيجامات جداد. المهم كما تنقولوا حشومه كاع نقول لهم، المهم هاد الشبيكه هادي تندير فيها كاع الكراسن ديالي. مهم جمعت شي حويجات ديالي هنا، شي شويه قدامين عندي، وجمعت واحد البيجامات قدامين، ومشيت اليوم درت ليا شوبينغ بزاف 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 بزاف، وثمن مهم ورخيص. غتبقاو معايا وغادي نتبعكم في المشتريات اللي شريت للرحله وباقا غادي نشري. المهم باش ما نطولش عليكم، هذا واحد البيجاما بالتريكو ديالها، السروال وبالتريكو ديالها، وهذه حتى هو واحد البيجاما اخرى، حيت الميكسيك سخونه بزاف هو، والسروال ديالها حتى هو. وخديت ليا واحد من كما البنات تعرفوا، خديت ليا هذا من الكولز باش نديرو، مهم يكون هنا الباسابورتي والوريقات ديالي ولا الديبيت كارت ولا اي حاجه هنايا، ما تنعرفش شنو كاين عندهم في المكسيك. وهذا مكان، وكما تشوفوا معايا خديت واحد لانش باكس هنايا، كما تشوفوا هاد لانش باكس هذا خديته من ماشوز، الثمن ديالو غير 9 درهم، ثلاجة باش ندي فيها الانسولين ديالي، الدواء ديالي باش يبقى ما يخسرش ليا. هي حقبة صغيرة كما تشوفوا فيها باليدين هنايا، تتهز كي بحال هكا، وغتنفعني للدواء ديالي. وكما تشوفوا شريت مضادر جدادين ولكن رخاصين، ماشي بداك الثمن اللي غالي، غير التغيير انا مبلية بالمضادر، و ماشي خديتها من الميسيز ولكن خديتها من الكورس، ولكن رخيصة ماشي غالية. وكما تشوفوا هادو كاع المضادر غادي نديهم معايا، هاد ثلاثة ديال الجورة ديال المضادر، كل وحدة والشكل ديالها، غادي نديهم معايا الاحتياط للتغيير. كما تشوفوا هادو هما المضادر، وغادي نوريكم الحقبة ديالي هنا اللي خديت باش نديها معايا. وكما تشوفوا الحقبة اللي خديتها هي هادي معايا، ديتها خديتها بثمن يعني مناسب ورخيص، دوز ليا هاد الوقيتة ديال المسافرة، زوينة. وكما تشوفوا الحقبة كبيرة، غتجمع ليا بزاف ديال المهم كاع الأغراض ديالي اللي غادي نديهم، والثمن ديالهم ماشي غالية. نقول لكم الثمن ها هو من ماشورز، هو 39.99 يعني 40 دولار. هاد الحقبة كبيرة كبيرة ومزوقة، تلبسوها تجي مع أي كولور. باش نبينها لكم على الواضح كما تشوفوا معايا، ها هي، وهذه ديال الثلاجه ديال الدواء كما تشوفوها، ها هي. وهذا الشيء الكريمات والمويسترايزر، داك الكريم ديال الوجه، الوجه وداك الشيء عطاوه ليا في الميسيز فابور، حيت خديت من عندهم الماسكارا وخديت من عندهم عكر، وعطاوني هذا، وعطاوني واحد ساك ديال الميلكاب ديال يعني الماكياج، عطاوه ليا فابور كما تشوفوا هذا.
وهذاك الشيء الاخر تزيدوا لك خصك تخسري واحد شويه ديال الفلوس واحد القدر تيقولوا لك وتعطيوك هادو فابور. وهذا هو النوع ديال الماسكارا ديال تحت العينين اللي خديته، هو هذا من ميسيز، وهذا هو ما الورر بروفر، وهذا هو العكر اللي خديت. وخديت شي تخرميزه وهكا وهادشي اللي تشوفوا هادو عطاه ليا فابور تجي مع داكشي، وبقى تنتقضى شويه نزيد الحوايج شويه على داكشي اللي عندي. وبقاو معايا في المطار ان شاء الله، غادي نكون في المطار، غادي نشارككم فيديو مع فيديو في المطار. تنتمنى هذا الفيديو يوصل لكل المشاهدين الكرام والاحباء والاصدقاء ديولي. وغادي نخليكم في الرحله في المكسيكو، وغادا عند واحد المراه عزيزه عليا بزاف. وشكرا احبائي الى طريقي للمطار في هذا الصباح، خصني نكون في 4 الصباح تماك. يلا وجدت الباليزه ديالي، بابا غادي يديني للمطار لغواتريا، ونتلقى بكم في المطار غوارديا. نسجل لكم الطريق، المهم نسجل لكم لغواتريا المطار ديالنا ديال لغواتريا. انني غدا في المطار ماشي دولي، المطار غير ديال لوكو. المهم باش هذا بقى عندي منين كنت هبطت المغرب هادي عامين، بقى عندي التيكيت ديال رويال اير ماروك. لكن انا ما غاداش في رويال اير ماروك، غادا المكسيك، غادا في الخطوط الامريكيه. دونك تحياتي للجميع، انتظروني مع ليلى في المطار. اخواني الى طريقي للمطار، الظلام وصباح، لكن غادي نفطر بعدا وعاد نمشي ان شاء الله باذن الله، انتظروني. احبائي تنتمنى ان شاء الله يكون عندي سفر جميل في هاد 5 ايام اللي غادي نقبطها ندوزها في المكسيك. واللي تيعرف داك الاولاد اللي عايشين في المكسيك مقبوطين في مكسيكو، راه سمعت اخر خبر، سمعت بالله واحد الدري عايش في المكسيك بغى يمشي لعندهم و تيقول لهم قولوا ليا فين كاينين. حاولت نتصل بداك السيد في اليوتيوب، باقي ما ردوش عليا الخبر، باش نتلقى به الا قدرنا نعاونوا هاد جوج ديال الدراري اللي حصلوا في المكسيك، اللي جاوا من البرازيل الى غواتيمالا ودازوا المكسيك وقطوهم في المكسيك، ان الاوضاع ولات خطيره في المكسيك. سو انا غدا المكسيكو سيتي عند خالتي، لكن اللي غادي تعرض ليا هي مرت ولدها، العائلات بطبيعة الحال هي صديقة بس برست بابا، مرته الله يرحمها، البست فريند ديالها هي اللي عرضت عليا، هما اللي بغاو يديروا لي عيد الميلاد. ولكن وقع واحد شي حاجه، المهم بالله انا فات عيد الميلاد ديالي، عيد الميلاد ديالي انا في 10/8/10، ولكن خلوني باش نقبط الكونجي، باش دارت لي بغاو يديروا لي مفاجاه هي وبابا، وهي كانت غوتريتي هنايا في الهوسبيتال في السبيطار. مارتا شيز ريتايرمنت فور ذا هوسبيتال رايت، قال لكم بابا يس. دونك هي اللي بغاو يكبروا بيا، الله يكبر بيهم. وتنقول لها خالتي بحال خالتي، ماشي من عائلتي ولكن عائلتي، انهم هما اجنبيين وانا مغربيه، ولكن اعز الناس. و هذا مكان، شكرا لكم، وانا في طريقي نتلاقاو في المطار. المهم اللي عنده شي اتصال الى انا في المكسيكو، غادي نمشي مكسيكو سيتي، اللي عنده شي اتصال بهذوك الاولاد الى قدرت نعاونهم مرحبا والف مرحبا. المساكن حاولوا يهربوا باش يلقاو العيش الكريم هنا في امريكا، الله يحسن عوننا والله يرحم ضعفنا. هذا مكان احباء، احنا في المطار غادي ندخلو، غادي نقلب على التيرمينال.
حنا وصلنا. وحنا في امريكان ايرلاين. فين تشوفوا هنا فين غادي ندخل، هذه هي فين غادي ندخل. تنفطر حيت جيت بكري بزاف، خاصني نفطر هنايا. الكليبه معايا القهوه، هذا هو المطار والقهوه ديالي والطريق الى المكسيكو. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو. انا ما غبرتش عليكم، انا حاضره ودايما غادي نسجل معكم في غنكون عند منالكم وغادي نمشي لعطله. دونك بقوا معايا الى مكسيكو. تحياتي للجميع، الى عجبكم هذا الفيديو شاركوا مع الاصدقاء الليله في مكسيكو. وتنتمنى من الاصدقاء الى بغاونا توصلوا بديك جوج دولاد في مكسيكو نعرفوا شنو المشكله نقدروا نساعدوا الى قديت الى قديت. تحياتي للجميع، بارك الله فيكم. الغوارديا الغوارديا شي فطر. احبائي حنا تنشربو القهوة، زعما تنشربو القهوة بوحدو بصحة الاحباء. هو سميتو شنو نقولو لهم، الخبيزات ديالنا هادو بحال الرغيفات ديالنا كما تعرفوا البنات، everything with cream cheese. الخبز اللي فيها كلشي داك الزرارع تسميوها everything. خبيزه ديال everything يعني الخبز فيها الزرارع كامله، حيت كاينه اللي فيها ساسمي فيها جنجلان. المهم هذه فيها كلهم الزرارع، وراه كاينه عندي في الفيديو دايره لكم الخبز ديال الزرارع كيفاش ديروا الزرارع في الخبز. دونك احنا في المطار الغوارديا وجلسة في هاد الطابلة هادي حيت قرب الساعة، يعني هادشي اللي كاين. وخصنا نبينو بحال حنا بيلا نوفا، حنا راه مع بيلا نوفا تا حنايا تنبينو كي تاكل كي تشرب كي تدير، تا حنا خصنا نديرو هاد الفيديوهات. شديق ديالي ايوا شتي. ما تنتمناكم غير تشجعوني في القناة ديالي، غنبقى نبين لكم كلشي اسراري وحياتي وداري في مسافرة وفين خارجة وليت جزء مني بالحق. غير الاحباء الاعزاء الكرام، الناس اللي تعزوا ليلى في امريكا، الناس اللي تحبوا ليلى، احييكم يا شكرا. يعني حنا دابا دخلت المطار هذه 6:30 ديال الصباح، تيهيئو تيهيئو الناس كلها. المهم حنا دابا في الغوارديا الى طريق المكسيكو ان شاء الله، وغادي نوريكم مكسيكو سيتي ان شاء الله باذن الله. ما عرفناش كيفاش غيكون الاحوال، اول مره غادي نمشي لعند هاد السيده وان شاء الله باذن الله. تنتمنى لكم نهار جميل، لا تنساو القناه والتفاعل مع الجرس، دعمونا في القناه. جزاكم الله خيرا واحبكم في الله. انتم وجودكم تحياتي للجميع. Grand bisou à tous. Grand bisou à tous. كبيرة من داك الجهة اللي هاي حبيباتي.